اللي عندهم ديون اللي بعرفه طبعا شايف انهم بيروحوا على البنوك باخذ قرض وبصير سد في القرض وفي الربيت ووقعته سخنه. باخذ قرض وبسد شوي شوي، بسد هون وهون، باخذ له 100,000 200,000 كده عنده ديون وبسد شوي شوي. بنفعش اليوم كمان حدا ما يشتغلش، يعني اليوم كل حدا بالبيت يعني ألجأ يقوم بمصاريفه، يعني احنا مصاريفنا اليوم احتياجاتنا يعني اكبر من مدخولنا يعني بكثير، يعني وانه مصاريفنا بطلت تقليديه، يعني كمان نشتغل على الامور التنويه اكثر. خلال فتره التطوع بواحده من الجمعيات سمعت عن اخوتي كيم وتسالا فوال، مره انا حتى بنفسي كان عندي عقول على حساب البنك بس الحمد لله ما وصلش له تسالا فوال، بس معرفتي كتير سطحية ومش هالمعرفة الكافية اللي إنه بتخليني يعني إنه إذا مثلاً وصلت لهيك وضع إنه لا سمح الله أقدر إنه أدبر حالي، يعني من ناحية قانونية أو من ناحية إنه إدارة الملفات. كيف بعرف يعني صار في إشي يعني غير بشتات رجل، غير إني أنا ما أخسرش كل مصرياتي، يعني اليوم بدل ما نتجه للسوق السوداء أو إشي، اليوم في إذا الأدي عنا ديون كتير، اليوم في إشي اسمه اللي هي محي كل الديون، يعني اليوم في محامية خصوصي لهاي الشغلات. ويعني أنا صرت سامعة عن اثنين اللي هني محوا الديون اللي عليهن اللي هي دفعوا بالآخر تقريبا يعني إشي اللي نقدر نقول الأساس اللي هي التولت أو إشي. بالنسبة للوحود تكيم يعني بلا ما أخذتني صارت شغلة مسخرة، صار الواحد يوم ينكسر يروح يساوي حوت تكيم وبعد شهرين يروح يساوي شركة تانية، يعني هذا القانون انعوج، هذا القانون أجل لصالح النصابين والسراقين. فيعني بتأسف أحكي لك الحكي هذا، أما هذا الواقع اليوم، يعني اليوم أنت بتشوف انكسر بساوي حوت تكيم، بعد جمعتين بتشوف راكب مرسيدس وعنده شركة تانية، كيف هذا الشيء بيصير بعرفش، يعني بتروح بلا مأخذ على العمال وعلى الناس البسطة. أنا طبعا بشجعش القرض، بس أحيانا في ناس بتضطر تأخذ القرض، ليش؟ لأنه عليها دفعات ما قدرت تغطي وبده يعيش وبده يأكل. طبعا أنا بنصح الناس إنه تتوجه للناس اللي هي مختصة، وكيف بيحكوا عطي الخبز لخبازه.